السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء من جديد على قناتكم قناة المصمم العربي. درسنا لهذا اليوم سوف يكون عن الباترن أو النقوش المتعددة. نبدأ على بركة الله، سنقوم بالذهاب إلى واجهة البرنامج على برنامج Illustrator CC 2019. كما تلاحظون معي الآن، هنا لدينا النقشة الأصلية أو الشكل أصلي، وهنا شكل النقشة بتكرارها بعدد معين وتوزيع معين كما تلاحظون معي الآن. نبدأ على بركة الله. أولا سنقوم بتغيير هذه الخلفية إلى اللون الأسود، ثم نقوم بجلب الشكل ثم نضعه هنا ثم نضعه فوق الخلفية. بعدك سنقوم باختيار الشكل ثم نقوم بالذهاب إلى باترن. إذا لم تجدها لديك، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى ويندو ثم تقوم بالضغط على باترن أوبشنز، ثم تظهر لك على هذا الشكل، ثم تقوم باختيار النقشة ثم تقوم بالضغط هنا ثم ميك باترن، ثم يظهر لنا التوزيع الأوتوماتيكي للنقشة كما تلاحظون معي الآن. هنا تضع اسم النقشة، سنقوم بوضع اسم النقشة، قم بوضع تسميتها ب مثلا باترن عربي ديزاينر على هذا الشكل، ثم هنا تختار شكل توزيع النقشة كما تلاحظون grid bracket by row bracket by column ثم hex by column ثم hex by row كما تلاحظون، أي التوزيع انطلاقا من الأعمدة الأفقية والأعمدة العمودية. سنقوم باختيار هنا grid، هنا الطول والعرض للشكل كما تلاحظون، ثم إذا أردنا وضع الفراغات الخالية للشكل سواء فراغات عمودية أو فراغات أفقية، سنقوم بوضع رقم 5 هنا، لاحظوا معي فقد تمت إضافة الفراغات العمودية، وإذا أردنا إضافة الفراغات الأفقية سنقوم بكتابة 5 بيكسل ثم تظهر لنا على هذا الشكل كما تلاحظون الآن. وهنا توزيع النسخة بشكل متكرر أو مضاعف كما تلاحظون، 7 على 7، أي 7 أعمدة على 7 أعمدة، 5 أعمدة على 5 أعمدة إلى غير ذلك كما تلاحظون معي الآن. سنقوم باختيار 5 على 5 ثم تقوم بالضغط على الدان، جيد جدا. سنقوم بإخراج هذه النقشة ثم نضعها هنا. بعد سنقوم باختيار الشكل الهندسي، يمكنك اختيار أي شكل، دائرة، مربع، مثلث، مستطيل، أي شكل. ثم نقوم بالذهاب إلى Switches، إذا لم تجدها قم بالذهاب إلى Window ثم Switches هنا، ثم تظهر لك على هذا الشكل، ثم هنا يظهر لنا اسم الباترن الخاص بنا باترن عربي ديزاين كما تلاحظون، تقوم باختيار الشكل ثم تضغط هنا، لاحظوا فقد تمت إضافة النقشة إلى الشكل الهندسي. إذا أردت التعديل على هذه النقشة كل ما عليك فعله هو اختيار ثم شويتسج ثم تقوم بالضغط مرتين عليها كما تلاحظون، يمكنك تعديل أي شكل كما تلاحظون. فمثلا سنقوم باختيار النقشة الأصلية ثم نقوم بتغيير لونها، يمكنك التحكم بها كما تشاء كما تلاحظون معي الآن اللون، ثم يمكنك تقليص الحجم، لاحظوا معي جيدا هنا. سنقوم الآن بتقليص حجم النقشة، لاحظوا معي سيقوم بتقليص حجم النقشة، وأيضا إذا قمنا بعمل روتيشن النقشة سنحصل على نقشة جديدة. وأيضا يمكنك التحكم في إعدادات الباترن، فسنقوم بتغيير التوزيع، سنقوم باختيار هذا التوزيع مثلا، ثم نقوم باختيار الأعمدة الأفقية والعمودية، سنقوم باختيار 1 على 3، ثم نقوم بإضافة إسباس آخر، لاحظوا معي جيدا. يمكنك الضغط هنا، وأي رقم تضعه هنا سيتم إضافته أوتوماتيكيا من خلال
الفراغات العمودية والأفقية كما تلاحظون معي الآن. سنقوم بوضع 15، لاحظوا معي جيدا، ثم تقوم بالضغط على دان، ثم تتم إضافة نقشة وتوجيه جديد للنقشة. أتمنى تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس البسيط. لا تنسى بعمل لايك وبشير لهذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة للجميع، ودمتم في أمان الله.